جنرال مارك ميلي يتحدث عن استهداف فيلق القدس الإيراني، يعني هو يركز على فيلق القدس أكثر من حديثه عن أي فصيل معين. قال جماعة أكثر عنفا من جماعة أخرى، لكن لنضرب فيلق القدس، يتواجد في العراق، يتواجد في سوريا، أي اعتداء سنضرب قادتهم، مواقعهم وغيرها ومقراتهم الاستخبارية. يعني هل تعتقد هذه الطريقة فعلا ستكون فعالة كما يتحدث مارك ميلي؟ من يعني هل هي منطقية أنه فعلا نضرب هذا الطرف سنحقق الكثير؟ لأن كما تعلم فيلق القدس مرتبط بإيران مباشرة، هذه إيران مباشرة، أنت تتلاعب مع إيران هنا. ألا تعتقد الأمر خطير؟ يعني قاسم سليماني عندما قتل في بغداد بالضربة في عام 2020، جاءت الصواريخ البالستية لتنهار على قاعدة عين الأسد. يعني ألا تعتقد الأمر فيه نوع من المخاطرة عندما تأتي الأمور لشخص مثل الرئيس الأمريكي الحالي؟ هو مخاطر عزيزي، ولكن مضطر. لا أريد أن أكمل المثل أو بيت الشعر المعروف الذي يقال في هذه المناسبات، هو مضطر، لأن الآن في توجه عام حتى من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من حيث الصقور بالتصعيد ضد الصين وبالتصعيد ضد إيران وبالتصعيد ضد روسيا، لأن الأمور خرجت عن سيطرة وهيبة أمريكا على الأقل في الساحتين الأكثر حدة الآن، اللي هي أوروبا بمعنى أوكرانيا والشرق الأوسط. بعد الاتفاق الإيراني السعودي برعاية صينية وضمان صيني، وهي الأخبار يعني تأتي الآن حتى اقتصاديا، اتفاق البرازيل والصين على التعامل بعملتي البلدين عوضا عن الدولار، هذه أخبار كارثية عزيزي، وهذه الأخبار لابد من تصعيد لمواجهتها. أهمية ما قاله مارك ميلي هو أنه يناقض تماما مسعى رئيسه قائده الأعلى للقوات المسلحة عندما فكر في إزالة ورفع الحرس الثوري الإيراني عن لائحة الإرهاب، وطبعا سرعان ما تراجع الرئيس بايدن عن ذلك بضغط من إسرائيل من السعودية بشكل رئيسي، لأن ذلك يعتبر تهديد وانصياع الجميع لإيران. الآن عندما يقول ميلي، الجنرال ميلي، بأنه وبصفته كرئيس هيئة كمشتركة بأنه سيتم الضرب وبقسوة، لاحظ التعبير وبقسوة، على أي هدف يتعلق بالحرس الثوري الإيراني، فيلق القدس تحديدا. فيلق القدس يعني أنت تحكي عن تنظيمات عاملة على الأراضي السورية العراقية اللبنانية واليمنية بشكل أو بآخر، فهذه عبارة عن تهديدات بالجملة. من يطلقها لا دبلوماسي ولا سياسي، يطلقها عسكري محترف.